حضر عدد من الأندية يشرفني النهاردة وينورني. الحقيقة أحد رجال مصر وأحد نجوم مصر وأحد يعني العظماء في مصر في مجال الرياضة السيد المحترم الكابتن بكري سليم المدير التنفيذي لمصر للمقاصة. مساء الفل عليك يا كابتن مصر، مساء الفل يا كابتن مهدي. منورنا ومنور الدنيا كلها. انت اللي منور في موضوع الجيم بتاعك حبيبي، وطبعا الكلام اللي قلته ده كتير قوي عليا يا كابتن. لا يا كابتن، عيلة سليم تاريخها معروف سواء في نادي الزمالك سواء في اتحاد السلة سواء في الرياضة العامة في مصر. كابتن بكري، انت حضرت امبارح الاجتماع مع اللجنة الخماسية النادي الاهلي، كان موجود قعدت معاهم الاول في النادي الاهلي قبل ما تروح الاجتماع. تمام يا كابتن، كان دعوة كريمة من كابتن محمود الخطيب، واحنا رحنا الخمس أندية على النادي الأهلي، وكان الهدف من الاجتماع إنه نكون موحد وتناسب مع إن إحنا مصر المحصنة. كابتن باكر استأذنك تتحرك لأن الموبايل عند حضرتك بيقطع. كده كويس كده الصوت معقول شوية. حضرتك. طبعا كان الهدف من الجهاز احنا يكون لنا مطالب ونتناقش فيها، عشان لما نروح نقعد نتناقش مع اللجنة الخماسية يكون الحوار محترم ويتناسب مع الظروف اللي بتمر بيها البلاد. تمام. طب في دلوقتي لبس في الموضوع، هل قرار استئناف بطولة الدوري العام هو قرار خدته الدولة والأندية ملزمة بيه، ولا الدولة قالت في نشاط وقد يجوز إلغاء النشاط من قبل اتحاد كرة القدم المصري؟ الناس مش فاهمة النقطة دي. لا، هي النقطة واضحة ووضحها الأخ الفاضل كابتن عمرو الجنايني رئيس اللجنة، وإنه قرار الدولة بعودة النشاط مش لكرة القدم فقط، عودة النشاط الرياضي للدولة، وده قرار سيادي لابد إن إحنا نحترمه ونعظمه ونجلله ونحاول نعمل كل ما هو مطلوب مننا لإنقاذ الوضع اللي موجود حاليا. ولكن كان مفروض بداية الدوري طبقا للقرار اللي اتقال من السيد وزير شباب الرياضة دكتور أشرف صبحي، انه بدءا من 25/7 يتم الاستعداد استكمال بطولة الدوري العام لكرة القدم. تمام. احنا طبعا كلنا متفقين انه احنا مع عودة النشاط واحترام القرار السيادي، بس كان بعض الأندية لها تحفظات ومنها نادي مصر المقاصة اللي أنا كنت بمثله نيابة عن سيادة اللي هو محمد عبد السلام، إنه لازم نقول التوقيت نفسه إمتى نستكمل بطولة الدوري العام. في ثلاث محاور مهمة جدا يا كابتن تامر: الناحية الصحية والناحية المالية والناحية الفنية. كل واحد أبدى آراءه، وإحنا كنا بنتكلم على إنه ذروة الفيروس اللعين ده ربنا يزوله من عندنا في الأيام القادمة أو الأيام اللي موجودين فيها، فلابد من عمل احتراز صحي كامل وتعقيم للاعبين والغرف الملابس والمسؤولين اللي موجودين في نشاط اللعبة، و محاولة الحفاظ على الأرواح، ودي أهم نقطة ممكن نتكلم فيها. تمام. الحاجة الثانية هي من الناحية الفنية، وسيادتك طبعا مدير فني كبير، إن اللاعبين بقالهم 4 شهور مفيش نشاط. تمام. وبالتالي عايزين نعمل فترة إعداد جديدة زي ما سيادتك عارف ما تقلش عن شهرين. تمام. وفي نفس الوقت فترة الإعداد دي لابد إن إحنا نبقى عارفين إن اللاعبين الأجانب كلهم موجودين خارج البلاد، فلابد انهم كلهم يكونوا متواجدين، مش هينفع انديه يكون عندها لعيبه موجوده في مصر وتلعب بالاجانب وانديه ما عندهاش.
الحاجة الثالثة والأخيرة وهي العامل المادي. العامل المادي زي ما قلنا موضوع الصحي ده هيكلف كل نادي من الأندية 600,000 جنيه شهريا. فدي دراسة كده بسيطة مصر مخصص عملتها. فاحنا اتفقنا ان احنا نروح للجنة الخماسية ونعرض عليهم مطالبنا، ولو اتحلت مفيش اي مشكلة ان احنا نستكمل باقي الدوري العام. تمام. طبعا احنا فوجئنا يا كابتن تامر بان في شخصية رائعة اسمها عمرو الجنايني والمجموعة الخماسية، رغم ان احنا كنا بنهاجمهم طوال الفترة اللي فاتت لمدة سنة انهم ما سألوش وما جابوش الجمعية العمومية لل 18 نادي او الجمعية العمومية للاندية كلها، وقعدوا انتوا لكم اراء ايه، لكم مطالب ايه، طبطب على ده يعمل. فوجئنا بناس محترمة جدا طبعا لهم ما لهمش اجندات معينة، هم لهم مصلحة مصر العليا ومصلحة كرة القدم. واحنا كنا لنا مطالب، احنا رايحين بأمانة بقولها لك احنا رايحين شبه يعني هيبقى في خلاف كبير في الآراء، لكن فوجئنا من الأخ الفاضل عمرو الجنايني بيقول لنا إنه عودة رابطة دوري المحترفين ده أول قرار هناخده. ما شاء الله. طبعا احنا قاعدين في النادي الأهلي عاملين نقول يعني إمتى يجي ناس علشان يعملوا لصالح الدولة ورجعوا رابطة دوري المحترفين. أيوة. ففوجئنا بان الناس دي قعدت الفتره اللي فاتت سنه قفلوا على نفسهم وعملوا كل اللي الانديه طلباها واكثر. يعني احنا كنا حلم ان يبقى فيه دوري المحترفين زي العالم كله يا كابتن كامل. ايوه. انه زي انجلترا وزي المانيا واسبانيا وفرنسا، لانهم بيتكلموا على نفس القيمه اللي احنا بنتكلم فيها واكثر، ان يبقى رابطه مستقلة لها مكان خارج الاتحاد بتدار من ال 18 نادي، هم الجمعية العمومية بتوع الرابطة، وهم اللي يختاروا المكتب التنفيذي من 5 أعضاء. اتحاد الكورة بيرشح 2 ليس لهم صوت في المكتب التنفيذي للرابطة. طبعا ده كان حلم كبير من أيام المرحوم العظيم كابتن سمير زاهد، لكن أنا فوجئنا بهذا الكلام. وأنا شخصيا قلت للاستاذ عمرو الجنايني انا مش عارف اشكرك ازاي، انتوا هتدخلوا التاريخ من اوسع ابوابه لان انتوا عملتوا اللي محدش عمله قبلكم، وتنقيه الجمعيه العموميه انها تكون 95 نادي بدلا من 225 نادي، قرار رائع. طبعا. في نفس الوقت بيدرسوا ان ما يتناسبش ابدا ان يبقى مركز شباب فؤوس بلد عشان محدش يزعل مني. طبعا. والنادي الاهلي او نادي الزمالك في الاسوار. صحيح. لازم طبعا اذا كان مركز الشباب ده صوت واحد، المفروض الاهلي او الزمالك يبقى 10 اسوار. او الفرق ال 18 اللي موجودين يبقى كل نادي له حق انه صوته ب 10 عشان نقدر نفرز انتخابات محترمه، لان لا يمكن هتقدر تسيطر او تاثر على 18 نادي في الدوري الممتاز، لان رؤسائهم كلهم ناس افاضل وناس محترمين، صعب جدا ان انت تاثر على ارائهم زي ما كان بيحصل زمان. طب عوده رابطه المحترفين دوت هيبقى ميعادها امتى تقريبا يا كابتن؟ على طول الموسم الجاي. الموسم القادم. بالظبط. يعني هي اللي هتبتدي الموسم القادم، هيتم تشكيلها مع نهايه هذا الموسم، والموسم القادم رابطه المحترفين هي من ستدير مسابقات كرة القدم فيما يخص القسم الأول. تمام. هو كمان عاملين رابطة للقسم الثاني. طبعا. يعني هم عاملين حاجات محترمة قوي بصراحة يعني. تمام. وفي نفس الوقت قالوا إن الرابطة هي اللي لها الحق إنها تتمار المبالغ المالية اللي تتحصل عليها هي اللي توزعها بمعرفتها. تمام. طبقا للائحة هتتعمل، والمساواة طبعا في مع الانديه ومع وضع فارق في التاريخ والبطولات، طبعا هيبقى فارق كبير ان الاهلي والزمالك هيبقى لهم وضع مختلف، والانديه الشعبيه وهكذا، هتبقى منظومه معموله زي ما هي موجوده في كل بلدان العالم ان شاء الله. ما ينفعش يبقى معايا كابتن باكر سليم وما اسالوش عن اخر صفقات مصر للمقصه. والله زي ما حضرتك عارف كابتن تامر، كابتن ايهاب جلال طبعا
رجع لبيته تاني، وهو طبعا شخصية طبعا عظيمة محترمة، واللي هو بيطلبه إن شاء الله هيكون مجاب، لأن هو الحتة الفنية دي زي ما حضرتك عارف كابتن محمد عبد السلام ومجلس الإدارة بالكامل ما بيتدخلوش فيها. المدير الفني اللي هو بيطلبه بيؤدى له على أكبر مستوى إن شاء طب الله. ايه هو اللي طلبه ووفرتوه لغاية دلوقتي؟ والله هو لسه طبعا أنت عارف حضرتك كان الموضوع النشاط موقوف والدنيا كلها واقفة، ما احناش عارفين إن لسه الدوري هيبدأ إمتى، لكن هو طبعا عامل عنده في الأجندة بتاعته وحاطط طبعا نصب عينيه إن هيختار مين، خاصة أنت عارف حضرتك التسجيل الشتوي اللي هو في يناير طبعا انتهى. طبعا اتحاد الكورة كانوا مرنين جدا بصراحة، كانوا أكثر من محترمين معانا في إن هم قالوا إن اللاعبين مش من حقهم يفسخوا العقود عشان موضوع المواضيع المالية، لكن يبقى في نوع من التفاوض والتفاهم ما بين إدارات الإدارات الأندية والفرق الفريق الأول لكرة القدم بيهم، وده تعليمات الفيفا. وبالنسبة للكلام ده إنه يبقى في تفاوض، ولو اللاعب ما لم يمتثل لهذا التفاوض فبيرجع امره الى الاتحاد الدولي اللي مدي توصيه ان اللاعبين لا تغالي، ولازم تعرف ظروف البلد وظروف انديتهم اللي بيمروا بيها دلوقتي. صحيح. طب سؤال اخير يا كابتن بكري، هل من الوارد ان الموسم او الدوري هذا الموسم يتم الغائه واعلان النادي الاهلي بطلا ليه، ويتم تنفيذ القرار السيادي للدولة بعودة النشاط متمثلا في ابتداء مسابقة جديدة الموسم القادم؟ والله كل شيء وارد يا كابتن تامر، وطبعا الفتره اللي الشهرين دول هم عاملينهم ليه؟ تمام. الدوله عاملاهم علشان لو الامور الحمد لله تحت السيطره هيستأنف النشاط على طول ويستكمل الدوري، محدش له حجه. تمام. استاذ عمرو الجنايني قال لنا انتوا مطالبكم ايه؟ قلنا اللوائح الصحيه والتعقيم، قال لك ده على حساب الدوله، والاستاذ وزير الشباب والرياضه هيتوفر بهذا الكلام. تمام. طيب الافارقه اللي موجودين بره واللاعبين الاجانب، قال لك على عاتقي ان انا هتكلم مع وزير الطيران وزير الشباب والرياضه ونوفر طياره تلف على البلاد دي وتجيب الناس دول قبل بدايه الموسم. حاجه الثالثه النواحي الماليه، واحنا طالبنا بتدخل سياده الرئيس لتدعيم الانديه زي ما سيادته دعم السياحه ودعم الطيران ودعم النقل، فلابد من تدعيم الرياضه وخاصه كره القدم، وهي يعني اللعبه الشعبيه الاولى، وزي ما بيقول الشعب المصري بيتنفس ويشرب كره قدم بدل من الميه، وده طبعا معمول في الحسبان ان الدوله هتقف وتساند تماما الانديه لاستكمال الدوري او استكمال النشاط الرياضي ان شاء الله. هل مصر المقاصة معروض للبيع؟ طبعا الكلام ده حضرتك فيه كلام كتير طبعا بيتقال ومتردد، وهذا الكلام طبعا عالي من الصحة، لانه نادي مصر المقاصة نادي اهلي ونادي شعبي، ما فيش حاجة اسمها ان هو معروض للبيع، لكن هو يبقى فيه مستثمر زي ما شركة مصر المقاصة دخلت استثماري مع نادي مصر المقاصة الرعاية والاستثمار والناحيتين تصبر. تمام. نادي مصر المقاصة عمل طفرة كبيرة جدا لاسم مصر المقاصة، وبالتالي قدرنا الحمد لله حتى هذه اللحظة بإشارة لنا بالبنان، وفي طبعا مستثمرين لهم رغبة أكيدة إن هم يدخلوا يستثمروا في نادي مصر المقاصة. كابتن باكر سليم المدير التنفيذي لمصر للمقاصة أحد الرجال الأقوياء شخصية، أحد الرجال الخبرات الكبيرة في كرة القدم وفي الباسكت في نادي الزمالك وفي الرياضة المصرية عامة، من فضلك لو سمحت ما تحرمناش من مداخلاتك القوية جدا دي تاني. ده شرف ليا يا كابتن تامر، يا كابتن مصر وكابتن نادي الزمالك وأخويا العزيز، في أي وقت حضرتك التليفون عندك هتجدني معاك في اي وقت تطلبني ان شاء الله. شكينا كابتن مصر، نورتنا. العفو، بكرات، اتفضل حبيبي.